أقامت سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية حفلا بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه مقاليد الحكم. نعم، حيث أناب فخامة الرئيس جاير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية حرمه السيدة الأولى ميشيل بولسونارو لحضور الحفل. وبهذه المناسبة أشاد سعادة السفير بدر عباس الحليبي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية بما وصلت إليه مملكة البحرين من تطور ونماء على كافة الأصعدة، مؤكدا أن الجميع يتمتع تحت قيادة جلالة الملك المعظم بحرية إقامة شعائرهم وضمان حرية الرأي والمعتقد لهم وحرية تأسيس دور عبادتهم، مشيرا إلى الزيارة التاريخية لقداسة بابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمملكة البحرين ودلالات هذه الزيارة في تعزيز قيم التأخي والتعايش بين الشعوب. كما أكد سعادة السفير على متانة علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية على كافة الأصعدة، وأهمية التواصل وتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين لتنسيق المواقف السياسية وتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات.